يطلقوه في غابة الجب؟ أيوة. ليه؟ ليه؟ إن حيوانات بابية الشام أشرس حيوانات. نعم. ومع ذلك تخاف إنها تنزل الآبار، لأنها لو نزلت ووقعت مش هتلاقي اللي يطلعها، ما تعرفش تطلع، الآبار قوية. كويس. فهو قال لما تحطوه في غيابة الجب يمكن ناس يروحوا يدوروا على مية يلاقوه، فيبقى بعيد عن الايه، عن الحيوانات المفترسة. فده اللي صار، تنبؤاته حصل. فالراجل جه قال يا بشرى هذا ولم. الوارد هو الرائد، والرائد هو الذي يبحث عن الماء. فلما بعثوا واردهم أرسلوه وشافوا، قال يا بشرى هذا ولم، وفي قراءة يا بشرايا أو يا بشرية هذا ولم. وقيل إنه نادى على واحد اسمه بشرى، ولذلك هم يذكر عندهم اسم بشرى رجالا ونساء. يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يا سلام، كم هي القصة معتبرة. وبعدين انت